أهلاً، اليوم حعمل معاكم سلطة كسرة تركية. عندي برغل ناعم، حضي فوق موية دافية، ضعف الكمية وأغطيه وأتركه لين ما يتشرب الموية. الخضار مفروض يكون فيه بصل أخضر بس أنا ما كان عندي، حطيت فلفل رومي، بقدونس مفروم، ملعقة معجون طماطم، ملعقة دبس فليفلة، زيت زيتون ودبس رمان، ملح وفلفل أسود. هنخلط الصوص مظبوط، بعدين بعد ما يتشرب البرغل الموية هنحطه في صينية كبيرة، وبعد ما يبرد نضيف الصوص وندعكه مظبوط عشان يتشرب الطعمات. آخر شي هنحط الخضار وعصرة ليمون، يتقدم مع خس وبالعافية.